لسه مكملين مع بعض ولسه مكملين في فقراتنا في نهارك سعيد. وصلنا لفقرة جميلة جدا هيكون معانا فيها دكتور هبة عزوز، وهي مصورة فوتوغرافية. هي دكتور ومصورة فوتوغرافية، هنعرف منها كل التفاصيل دي دلوقتي. صباح الخير يا هبة، صباح النور. عاملة ايه؟ مش الحمد عارف، مش لله. يعني مش مش عارفة اقول لك يا دكتور قوي، يعني حاسة انت كمان عارفة مش لازم خالص لسه بيني. صغيرة شوية. فبس قولي لي هبة، انت طبعا بتحبي التصوير الفوتوغرافي، ومعانا النهاردة كمان صور انت جايباها كتير جدا عشان نشوفها مع بعض، مظبوط؟ حلو، تمام. امتى بدأتي تهتمي بمجال التصوير الفوتوغرافي؟ لأنه مش أي حد يعني بيهتم بالمجال ده قوي. هو بس يعني ممكن نقول ان احنا ابتديت اصور من وانا صغيره مع عادي الكاجوال فوتوز اللي احنا نبقى خارجين مع العيله رايحين حته بنصور مناسبه الكلام البسيط دوت. بعدين ابتديت احس ان انا عايز اصور اكتر، ممكن من 4 5 سنين ابتديت اصور، ما كانش بروفيشنال خالص، كانت كاميرا ديجيتال عاديه. بعد كده حسيت ان الموضوع لا ده انا عايزه اكمل فيه، فقررت ان هدية نجاحي تبقى كاميرا برو، فابتديت اشتغل بيها وابتديت اصور. بعد كده بتدور على projects معينة اصورها بدل ما بكون بصور عشوائي، يعني مش بخرج بقى مع اصحابي اصورهم او بخرج في events وكده. هو انتي اصلا خلصتي جامعة؟ خلاص، انا خلصت. مش معقول، برضو شكلك صغير جدا. طب اكيد الطب او دراسة الطب دي دراسة متعبة، محتاجة مجهود، محتاجة وقت، محتاجة تفرغ. ازاي قدرتي في خلال ال4 سنين اللي فاتوا، اللي هم اعتقد كان بيبقى فيهم دراسة، ان فيهم انتي دراسة تتفرغي للهواية دي وتديها اكتر عشان تكوني بروفيشنال اكتر فيها، محترفة؟ هو يعني احنا عامة يعني في طب او في اي كلية تانية مش بنذاكر 24 ساعة ولا بننام 24 ساعة. احنا واخدين الفكرة دي. لا ده ما بيحصلش، يعني في ناس بتعمل كده، يعني هما بيبقوا عندهم استراتيجي معينة ماشيين عليها، بس يمكن مش دي الاستراتيجي اللي انا عايزة امشي بيها يعني. فببساطة كل الناس عندها وقت فراغ، يعني حتى المشغولين قوي عندهم وقت فراغ، بس هما بيختاروا أكيد. يقضوه ازاي. في ناس بتقضي تتفرج على التلفزيون وتاكل، ناس بتحب تقعد تشرب شاي، ناس تقعد ما تعملش حاجه خالص. فيعني وقت فراغ هو كده كده موجود، بس الناس هي بتستغله صح او غلط. يعني ثانية، انتي هبة، انتي طب ايه؟ انا طبعا شمس دلوقتي في امتياز، يعني لا، اي نوع طب؟ ايه، طب بشري. بشري؟ طب هي يعني انتي ايه بقى الاستراتيجي بتاعتك؟ هي بره الموضوع، بس انا برضو نفسي اخد فكرة كده صغيرة يعني زي عنها. ما بقول لك، هي فكره ان كل الناس عندها وقت فراغ، وكل الناس حتى اللي بتذاكر 10 ساعات فهم مش بيذاكروا لا، 10 ساعات الاستراتيجي بالظبط. بتاعت دراسة الطب نفسها، انتي بتقولي ان في ناس بتحب طول الوقت انها تقعد تذاكر. تذاكر وعايزه مثلا تاخد نيابه في الكليه، عايزه تشتغل في الكليه، عايزه تاخد حاجات معينه، تمام، فانت كل واحد بيبقى عارف هو عايز يذاكر علشان يوصل لايه بالظبط. يعني طب ما فكرتيش انك تعملي، احنا معانا صورة دلوقتي ليكي، الصورة اللي انت صورتيها، مظبوط؟ دي مين اللي على ده، غلاف مجلة ولا ده ايه؟ ده كان فوتو ماراثون كان موجود ده في انتي. ده انا. اوكي. اوكي. فهو كان المفروض بتمشي بثيمز 12 ثيم، كل ثيم في ساعة. تمام. ف وصورتيها ازاي لنفسك؟ مش فاهمة، حد صورك يعني لا ولا لا انا اصلا اشتغلت على البروجكت بتاع 365، كان كل يوم صورة لمدة سنة، سيلف بورتريز. فالصورتين دول كانوا في الماراثون، هما حلو قوي. ما كسبتش في الماراثون بس اتحطوا البوستر بتاع لا الايفنت. بس صورتين جميل جدا ومعبرين جدا جدا. كان كل واحدة ليهم معنى. يعني الصورة الأولانية كانت الثيم بتاعها مساء الفل، الصورة التانية كان الثيم بتاعها واحد بيعكس واحدة بيقولها يا عسل، فالمفروض تصوري الكابتشر الكلمة دي. لا بس أداء حلو جدا، يعني في إحساس بالصورة. دي الصورة دي دي عبارة عن صورة إيه؟ لما خلصت كلية. ده كنت اوكي، برمي الورق مش كله تمام. في الشباك. لا بس صورة جميلة والله، تصدقي بس في الأول ما عرفتش ده إيه بالظبط. ما اكيد طب دوس. إيه الصورة اللي هي فيها إيه دي بقى كان يوم واحد واحد دي؟ 2011 وقت ما وسسبنس شوية أو لا دي وقت ما المسيحيين ضربوا ليلة راس سنة في الكنيسة، فدي يعني على روح الناس اللي توفوا. طب فالكابشن بجد بتاعها كان الصورة كيريا هنيكي ليسون. عليها فعلا يا هبة، Thank صورة you. حلوة بجد، والباك جراوند، الخلفية حلوة قوي. طبعا أكيد أنت بتهتمي بالخلفية وبالحاجات المعبرة أو التفاصيل الصغيرة دي، ما دي بقى مظبوط؟ بتبتدي تاخدي بالك منها بالوقت بقى. مع يعني الوقت. انا عشان كده البروجكت اللي اشتغلت عليه 365 في كل يوم صوره، اول صوره كانت سيئه، يعني ممكن اعتبر انها سيئه مقارنه باخر واحده، لان انت بتبتدي تاخدي بالك من تفاصيل صغيره كتير قوي في مش بس معاكي. الشخص. مش بس الفكره، بتاخدي بالك تفاصيل ما كنتيش بتاخدي بالك من قبل كده. صورة حد ايه؟ صاحب النوم. هو ده كلها كانت سيلف بورتريز، يعني اعطيت كل فولدر كده. فيعني ممكن نقول انها انسبايرد ب كنا بنات بتاع نادين لبكي الفيلم يعني بتاعها. سكر بنات. حلو جدا، برافو. ما فكرتيش طب تعملي معرض تعرضي فيه كل اللوحات او الصور الفوتوغرافيه بتاعتك، رغم انه طب قولي لي الصوره دي ونرجع دي لايت لها. بينتينج،
لو انت يعني ده بيبقى عبارة عن بالنور بتمسكي فلاش وبترسمي بيه وبعدين بتبقى كابتشن. الله حلوه جدا. طب بقول لك ما فكرتيش تعملي معرض صور فوتوغرافي؟ ولا انت حاسه ان الناس هنا في مصر مش ما عندهاش الاهتمام الفظيع بالقصه؟ لا لا خلاص، بالعكس الناس مهتمه بالموضوع وفي ناس كتير قوي بتصور، بس عشان واحد يعمل معرض لازم يبقى عنده على الاقل موضوع معين عايز يوصله، مش مجرد ان الصور حلوه يعني. يعني في ناس صورها بتبقى حلوه قوي بتحط في معرض، بس ما بتبقاش بتوصل رسالة أو بتوصل كلمة أو بتوصل أي حاجة. مش لازم تكون بتوصل رسالة، بس على الأقل ليها مضمون كلها كامل. ماشية سيكونس واحد. طب انتي، انا عايزة اعرف حاجة، اي حد عايز يعمل يحترف ان هو يبقى مصور فوتوغرافي، هل دي بتيجي هواية ولا بتيجي ليها شروط مثلا معينة، تدريبات كورسات؟ لا هو أي حاجة، أي تالنت أو أي هواية لأي حد في الدنيا عايز يبقى برو فيها ومحترف يعني، هو لازم ببساطة بس يتمرن عليها كل يوم على الأقل 5 دقايق يعني. يعني ده أعتقد في أي حاجة من الحاجات. بس في حاجات بتبقى صعبة جدا، بتبقى محتاجة دراسة، محتاجة كورسات. في هل بالظبط، التصوير الفوتوغرافي بيبقى محتاج أكتر موهبة وعين بتشوف كويس؟ ما هو كل ده بيجي بالبراكتس يعني. لو كل واحد في أي تدريبات. حاجة حتى في الطب يعني، لو انت بتبراكتس طب كل يوم أو هندسة كل يوم، فخلاص انت كل يوم بتزيدي خبرة عن يوم اللي قبله، بغض النظر طبعا ان لازم يكون في جانب اكاديميك يعني، لازم تكون بتذاكري الموضوع من وجهة نظر. فانا قريت شويه في الموضوع بس لسه ما كملتش يعني في لا ان شاء السير. الله تكملي وتوصلي اللي انت عايزاه. بس هو اكيد كل هوايه في الدنيا بيكون ليها مميزات وليها عيوب، او بلاش نقول مميزات وعيوب، ممكن نقول ليها حاجات سهله وفيها حاجات صعبه. ايه المصاعب بالنسبه لهوايه او لشغله المصور الفوتوغرافي؟ بالنسبه لي انا شايفه ان الصعب انك تنزلي الشارع تصوري، لان الشعب المصري مش راضي عن نفسه تماما، فهو ما بيحبش حد يصوره يعني، بيبقى يعني سايكولوجيكلي مش مرتاح ان حد يصوره، فعشان كده ما بتبقيش واخده راحتك. لو عايزه تصوري الشارع او عايزه تصوري بورتريس في الشارع، الناس ما بتبقى رافضه نستعمل الفكره. كده. لا الناس بتزعق وبتتخانق وبتضرب يعني. فعلا. تمام. احنا يعني عايزين الناس تبقى بتحب الحاجات دي قوي. بعدين احنا معانا الصورة دلوقتي، عايزاكي تشرحي لي بالظبط الصورة دي خدتيها ليه. مش ليه؟ قصدي، بس يعني عايزة اعرف ليه. يعني ايه ده؟ ده بيت اللي ده موجود بيت. ده صح؟ ده بيت. اصل انا نظري ضعيفة مش لا شايفة لا ايه لا ده بالظبط. بالظبط. اوكي. ده بيت. هي فكرة في التصوير بالنسبة لي انا يعني، انا مش شايفة ان الصورة لازم تكون بمعانيها واضحة وصريحة يعني، بس هي اكشلي لو قلنا ان هي حد، كل واحد فينا بيدور على بيت دايما، طبعا ان كان بغض النظر في حد، في شغل، في علاقة، كلنا يعني كلنا بنقف الوقفة دي طب بدور المواقف عليها. الصعبة بقى اللي انت تعرضت لها، يعني هل فعلا في حد قبل كده في الشارع حبيت ان انت تصوري مكان واحد ووراه خلفية مثلا نهر النيل او البرج او زي ما بنشوف؟ هل حصلت مواقف تقدري تفتكريها معانا حصل لي دلوقتي؟ مواقف ان في مرة في العتبة، مرتين، مرة كنت هتضرب عشان كنت بصور ناس، ومرة كنت ببساطة جدا واحد افتكرني من ضرايب وبصور بقى متجولين، عشان ما فهمتش العلاقة يعني، بس ممكن عايز ياخد الكاميرا فمشيت يعني. انت بالنسبه لهم شخصيه غامضه، يعني ماسكه بالنسبة كاميرا شخصية مرخية بتصوري يعني. يعني مش معروف دي صوره دي حد كانت واحد محجب. ستة لما كان المفروض في قافلة من تركيا رايحة لغزة علشان السترايك مظبوط في المعونات. هناك، وإسرائيل ضربتها، فدي كانت برضو to انت that مع cause. الاحداث دايما بتحبي دايما اي حدث يحصل تعملي له صوره لو حدث انا فوتوغرافيه؟ مهتمه بيه اكيد يعني. اكيد صح. فكرتي طب في ان انت تشتركي في احدى المسابقات الخاصه؟ فوتو ماراثون كانت مسابقه، عملتي دي كانت دي هي مسابقه مسابقه اللي انت كانت اول صوره خالص شفناها مع بعض دي انت كنتي فيها، والصوره دي انت معاكي دي. عندك صور كتير جدا دي على ممكن فكره. نتكلم عليها اكتر. ليه بقى؟ دي كانت معموله على بروجكت عملناه اسمه دينر ان ذا دارك، عشاء في الظلام. ايوه. العلامه اللي في النص دي البلو ريبن، ده اللي بتاع تشايلد ابيوز، اللي هو يعني اساءه المعامله للاطفال بقى، كانت مهنيا، كانت جنسيا، كانت بالضرب، بالسب، بكل حاجه. فدي كانت للبلايند، الاطفال المكفوفين، عشان كده كنت حاطه حاجه على عيني، وبرده علامه التشايلد ابيوز. فده كان بمناسبه الايفنت، كنا عاملين حاجه اسمها عشاء في الظلام، ان هو بنتكلم عن ان الاطفال المكفوفين ما بيبقوش طول الوقت واخدين حقوقهم، الناس بتتعاطف معاهم اكتر من انها بتساعدهم. فعشاء في الظلام كانت فكرته ببساطه ان احنا عملنا عشاء، الدنيا كانت ضلمه خالص، دعينا فيه ناس سيلبرتيز، ممثلين وصحفيين برضو. فكره العشاء ان هو كله في الضلمه، الويتر بيبقى بلايند،
وكل سيلبرتي بيخش او كل فنان او كل شخص بيخش يتعشى بيبقى معاه طفل كفيف هو اللي بيقوده وهو اللي بيقرا له المنيو، لان المنيو مكتوبه من برايل. فبنحاول نخلي الناس فكرة تحس رائعة. ان ازاي ان العشاء حاجه بسيطه قوي، احنا بنعملها كل يوم، بنعملها في الشارع احنا ماشيين. طبعا بتبقى بصعوبه قوي لطفل واحد مكفوف مش شايف هو بياكل ايه ومش شايف حاجه اللي قدامه، فايش انت حال بقى معاكي ان هو. حد بيفكر معاكي في المواضيع اللي انتوا نفسكم تحققوها؟ دي كانت فكره ايمن سبع. كنا في جمعيه دارسين العلوم الصحيه، دارسين يعني Egyptian Medical Student Association، هو كان الفاوندر بتاع الجمعيه وهو صاحب الفكره، وبعدين قال لي عليها فانا نفذتها مع ناس معانا في الان جي او كلها. تمام. فديس واي فور ذا كوز يعني. واي حدث بيحصل، او ممكن بنتي مثلا معديه، انا عايز اعرف ايه اللي بيلفت نظر المصور الفوتوغرافي دي حتى لو بتختلف. كانت صوره بلاين جدا، ما دي ما بتختلف فيهاش حاجه. من وجهة نظر واحد للتاني يعني. في ناس بتحب تصور ستيل لايف يعني مثلا فازات على ورد على حاجات، في ناس بتحب تصور لاندسكيبس زي الصورة اللي ورانا جنينة بالنيل، مظبوط. ناس بتحب تصور بورتريز، فكل واحد دايما بيروح للديفيشن بتاعه يعني، صحيح. فتختلف يعني من وجهة نظر تاني. ولازم تتأثري بحاجة ولا ممكن، أنا عايزة أعرف هو أنت يوميا عامة بتصوري يعني كل يوم أنت عندك كل يوم حاجة بتصوريها ماسكة الكاميرا طول الوقت بتصوري أي مشهد أي حاجة حاصلة قدامك؟ لا، هو يعني في البروجكت بتاع 365 هو انا ابتديته وخلصته ان هو كل يوم لازم تصور نفسك صوره، بغض النظر انت عايز تصور مش عايز تصور، المود بتاعك ماشي ازاي، مود سوينجز يعني. الصوره دي ما كنتش مبسوطه قوي، فكل يوم انت بتبقي بحاله مختلفه، فكل يوم انت بتصوري نفسك، فبخلال سنه بتعرفي تكوني حاسه انت مودك ماشي ازاي، شخصيتك عامله ازاي، بتعرفي نفسك اكتر وهكذا يعني. عايزة أعرف كمان في حاجة مهمة جدا، يمكن في ناس كتير قوي مش عارفة المصور الفوتوغرافي لما بيجي يصور حاجة، انت النهارده المفروض انه في يعني كادرات معينه زي يعني زيها زي الكاميرا العاديه اللي هي بتاعت مثلا سينما او فيديو، او ولا دي بيبقى ليها نوع خاص تاني خالص من الدراسه، او بيبقى ليها نوع خاص تاني من الفكره او الشوفان؟ انت عايز تقولي مثلا في فرق ما بين الكاميرا والفيديو؟ يعني انت ممكن اكيد تصوري مثلا فيديو زي ما بتصوري كاميرا لا خالص. يعني، هي ده حاجه ودي حاجه، فكل واحد بيصور بطريقته برضه، بس دي حاجه ودي حاجه مختلفه يعني. اوكي. اوكي الوقت عدى معاكي بسرعه جدا يا هبه، وان شاء الله انا عايزه اشوف ليكي حاجات كتير جدا جدا ان شاء الله. انت شايفه يعني سؤال اخير برضو عايز اساله لك، انه انا شخصيه مش ضليعه قوي في موضوع الصور الفوتوغرافيه، فما اعرفش مين الناس الاقوياء او مين الناس اللي عندهم الهوايه دي وفعلا بقوا اقوياء جدا وليهم اسامي. في ناس كتير مين الناس اللي انت متاثره بيهم؟ متأثرة بيهم. يعني هل في حد اللاين بتاعه عاجبك؟ في لاينز كتيرة يعني، في ناس من مصر وفي ناس برا مصر، وفي يعني اكشلي على فليكر اتس ويب سايت يعني للصور، ففي ناس كتيرة بتحط الصور بتاعها، فأكيد ببقى انسبايرد بناس كتيرة، مش بصحى من النوم اوت اوف نو وير بصور يعني. تمام. لا حلو جدا وجود Thank لك، you. وان شاء الله اشوفك بقى مره جايه بصور كتير جدا وتصورينا بقى، احنا عايزين صوره هنا في نهارك سعيد على فكره. أكيد مرة. ميرسي هبه جدا. كان معايا دكتور هبه عزوز، هي مصوره فوتوغرافيه، والصور اللي شفتوها معانا دي كلها هي من تصويرها. بس قبل ما نروح الفقره اللي جايه دي على طول، هي فقره مهمه جدا، بس معانا تقرير مهرجان السابع للشعر الفصحى اقيم بسيد الصاوي، مهرجان عكاظ السابع للشعر الفصحى، واللي بيقام تاثير الشعر العربي على الدول الاوروبيه. نروح نشوف ونرجع مره تانية نكمل لسه فقراتنا مع عايده.